المحاضرة الثانية من تحليلات هندسية عددية موضوع inverse of Z transform تحويلات Z للinverse، وهي ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي partial fraction method وهي أفضل طريقة لأن دول تكون معرفة، والطريقة الثانية هو power series inverse method، والطريقة الثالثة هي discrete convolution method. وهاي الديسكت كونفوليوشن مثلا بها طريقتين اللي هي جرافت بالرسم والتيبل بالجدول. الطريقة اللي راح نقتصر عليها بهذا الدرس هي البارشال فراكشن ميثود اللي هي الطريقة معرفة للدوال، وتكون كالآتي. هاي الطريقة هي اكس زد راح نحاول ايجاد الثوابت، معادلة راح يعطينا معادلة بها ارقام، هاي الارقام هي ثوابت، راح نخلي الزد بالمقام، نحاول ايجاد الثوابت هاي عن طريق الليمت، وبعدين نطلع المعادلة نرجعها للإنفيرس زد حسب القوانين اللي شفناها سابقا. راح ناخذ مثال تطبيقي حتى نفهم المعادلة. يريد X أس N، يعني نرجع من الزد إلى الزد أس N، من الزد يعني التحويل إلى الدالة الاعتيادية. X أس زد 0.632 زد على زد تربيع ناقص 1.368 زد زائد 0.368. هاي راح نحلها بطريقة الفراكشن ميثود. شنو هاي الطريقة؟ هذا الزد راح نخليه مقام للإكس أوكس للإكس زد، خلينا مقام، راح تبقى بس الأرقام اللي هي هاي المعادلة. هاي المعادلة حليناها بالتجربة، طلعنا قوسين. بعدين راح نفرض الكل قوس، راح نفرض اي وبي مثل معادلات لابلاس شفناها بموضوع لابلاس، طريقة فرضية هاي الرموز. اكس زد على زد يساوي اي على القوس الاول زائد بي على القوس الثاني. وطريقة ايجاد هاي الثوابت اللي هي اي وبي كالاتي: اي ليمت تقترب الزد المن الى الواحد في الدالة الاصلية هاي الفوق كاملة مضروب في ليمت الاي اللي هو زد سالب واحد. هذا الزد سالب واحد راح يروح ويا الزد سالب واحد، فراح يبقى الرقم الفوق والليمت مع الدالة المعاكسة طلع على اي واحد. ايجاد البي نفس الحالة، هي الليمت للزد يساوي 0.368، وهاي الزد 0.68 راح نضربه في كل المعادلة الفوق حتى شنو ينحذف هذا القوس ويا مال الليمت، يبقى بس الرقم على زد ناقص واحد كالآتي: هاي الليمت اقتراب الزد اللي هي 0.68 من هاي مضروب في المعادلة، والمعادلة الكاملة مضروب في اقتراب الليمت، ينحذف هذا القوس ويا هذا القوس، راح يبقى الدالة تطلع لنا بي يساوي سالب واحد. نرجع نعوض الاي والبي بالمعادلة العامة اللي هي هاي، هنا عوضناها، بعدين رجعنا الزد الى البسط طلعت لنا هاي المعادلة، وحولنا الى الانفيرس اللي هو شلون طريقة التحويل زد على زد ناقص واحد. احنا نذكر من حولنا اليونت ستيب، يعني كان التحويل زد على زد واحد ناقص واحد، اذا نخلي يونت ستيب. بالنسبة لبيها ارقام، هذا الرقم 0.368 خليه اس لان اللي هي طريقة الفراكشن مضروب في اليونت ستيب حسب هذا القانون، زد على زد ناقص ام، من نحول راح نخلي الام نخليه لاس ان ونضرب في يونت ستيب، هذا طريقة التحويل. بالنسبة للديفرنشال اكويشن، من يعطينا الشرط مثلا y x يساوي r في ارقام معينة، راح نستخدم هذا القانون يعني بالشفت، يعني z x x n ناقص m، قبل كنا ناخذ z سالب m في تحويل الدالة x n، هسه من يعطينا الشرط بالديفرنشال اكويشن راح نستخدم هذا القانون، نخلي Z أس سالب M النزلة أس لـ Z ومضروب في المعادلة X Z في سيجما N K يساوي سالب M سالب M اللي هو هذا، راح نخليه إلى السالب واحد مضروب في X أس K في Z أس سالب K، هو هذا القانون مالته. مثال Z X N ناقص 3، أول شي نخلي حسب القانون Z أس سالب 3 ننزله هنا، بعدين ننزل هذا القانون X أس Z هذا نزلناه في سيجما الK اللي هو سالب M سالب M، يعني حسب هذا القانون هو سالب 3 خليناها اللي جوا، إلى اقتراب للواحد واحد في X أس K في Z سالب K. هسه راح نعوض بهذا القانون، نزلنا Z أس سالب 3، نزلنا X Z
وهسه نعوض السيجما من سالب 3 الى الواحد، يعني سالب 3 سالب 2 سالب 1 راح نعوضها. من نعوض احنا السالب 3 مكان كل كي سالب 3 اذن وزت والسالب 3، بعدين نعوض الاثنين لان هو حدد لنا اياها، زت اكس سالب 2 في زت والسالب 2 للاس، بعدين يبقى الواحد ايضا نعوضه هنا بمكان كل كي، طلعت لنا هاي المعادله. زين اذا هذا بالنسبه اذا كانت الاشاره سالبه، اذا كانت الاشاره موجبه القانون يختلف، راح يصير زت اس بي نزله في اكس اس زت ناقص الكي راح يكون صفر هنا للبي، ايش قد البي نطرح منه واحد وننزل المعادله نفسيتها. مثال اكس ان موجب 3 راح يصير يعني 3 اس للزت، بعدين ننزل الاكس الزت هذا نطرح الكي صفر الى 3 ناقص 1 هو 2 خليناه هنا. اذا الكي راح نعوض بمكان كل كي راح نعوض 0 1 2 مكان كل كي، ف خلينا نعوض هنا، نزلنا هاي المعادلات اكس زت ناقص بالنسبه للصفر صفر في زت اس كي اللي هو 1 راح يطلع لنا، بعدين للواحد 1 في زت اس كي سالب، للاثنين هي اكس اس 2 في زت اس سالب 2 وهكذا. ايضا طريقه ايجاد الاتش اللي هو الاوتبوت على الانبوت لهاي المعادله، مثلا 0.8 واي ان ناقص 1 زائد اكس، نزلنا هاي المعادله. طريقه الايجاد الاتش هو اول شيء نحول الى زت، هاي المعادله راح نحولها الى زت، واي اس ان هو واي اس زت 0.8 للشيفت هذا الشيفت سالب 1 راح يكون اس للزت، ويبقى واي اس ان هو واي زت زائد اكس اس ان هو اكس زت، هاي طريقه التحويل للزت. بعدين نخلي الانبوت يم ويا الانبوت والاوتبوت ويا الاوتبوت، الواي زد هذا يعني 0.8 زد راح نحوله بعد اللي يساوي راح يصير اشارته سالبه يبقى بالزد، ناخذ عامل مشترك الواي والزد طلعناه يبقى 1 ناقص 0.8 زد، والاوتبوت قسمنا الاوتبوت على الانبوت طلعت لنا هاي المعادله. هاي المعادله لاحظ الزد مالتها سالب فننزلها للمقام راح يصير موجب، نرتبها طلعت لنا هاي المعادله النهائيه، وحتى نحول الى اتش هو مثل ما شفنا سابقا حسب القانون الرقم هذا راح نخليه له اس ان وراسا نخليه يو ان.